نعود للأجواء الفنية ونجم سيرة فن لهذا الأسبوع الفنان القطري غازي حسين الذي يعتبر من أشهر الفنانين الخليجيين، تميز في الأعمال المتسلطة إذا جاز التعبير وأدبار الشر. غازي حسين ومسيرته الفنية مع صبح ياطري في هذا التقرير. متسلط، شرير وظالم في أدواره، هي متقاربة في قوتها وشدتها، لكن مختلفة كثيرا في تفاصيلها ورتوشها الداخلية. طيب وقريب من القلب، يحمل ابتسامة دافئة في الحقيقة. حلو أن تكون أنت يعني تكون تحب وتنحب. غازي حسين. تطرد ربعي من البيت وتيب ربعك، هذا ظلم. بدايته كانت منذ عام 1968 في الإذاعة القطرية، لكن بدايته الفعلية في التلفزيون جاءت من خلال مسلسل الأطفال افتح يا سمسم. كل اللي بيشوف يمكن هذا الوجه مباشرة يتذكر أيام افتح يا سمسم. كيف كانت هذه التجربة؟ بتحن لأيام افتح يا سمسم؟ أكيد طبعا، أولا لذكرياتها الجميلة وللتعامل مع كاست كبير فني، البعض منه يعني ما زال على قيد الحياة والله يعطيه الصحة والعافية، والبعض منه انتقل إلى رحمة الله تعالى، الله نطلب له المغفرة والرحمة. العمل كان بصمة رائعة في مجال الفن المقدم للطفل. أنت تشتغل لطفل بريء سيكون عماد للمستقبل للوطن للأمة، يعني إذا كان هذا الطفل متعلم واعي ذكي يعني فاهم، فهذا شيء أنت ساهمت في تربيته وهذا شيء يسعدنا، وهذه من أهم يعني رسائل الفن الإنسانية، يعني كان دراما في مواضيع اجتماعية وإن كان في مواضيع تربوية بشكل سلس ومحبب وجميل ويدخل إلى القلب، كان الكبير والصغير يشاهد افتح يا سمسم. أشم رائحة كعكة. لا لا ما رأيك يا نعمان أن نعطي عبلة أيضا؟ لا أقصد نقسمها أربعة أقسام فيصبح نصيب كل منا الربع. شارك غازي حسين في العديد من المسرحيات، كان أولها مسرحية باقي الوصية مع فرقة قطر المسرحية. مع الأسف أهل المسرح أيضا جرفهم التلفزيون والكتابة للتلفزيون وكذا، بعدين طبيعة المسرح شوي صعبة، بروفات ياخذ وقت طويل، من البروفات وعروض وكل هذا وقت، والدنيا صارت سريعة وصارت الناس تبحث عن أيضا الربح. يعني أنا مش معقول أقعد مع المسرح شهرين مثلا أبذل مجهود في حفظ وبروفات وتعب وحركة ومن ثم أجي أعرض مثلا أسبوع أو شهر خلينا نقول، فمردودك المادي والمعنوي وكل يعني ما يساوي الجهد اللي انت بذلته. إلا أن بروز غازي حسين جاء أكبر في المسلسلات التلفزيونية، حيث قام ببطولة أول مسلسل والذي حمل اسم عفوا سيدي، وبعدها شارك في العديد من المسلسلات منها آخر العنقود، فايز التوش، حكم البشر، وأحلى الأيام. أيام تلفزيون قطر قبل ما يكون عندنا منتج منفذ قدمت كذا عمل، بس مع الأسف في ذاك الوقت ما كان في محطات فضائية كما هو حادث الآن، بس مع بداية الفورة الإنتاجية اشتغلت مع عبد العزيز جاسم في مسلسل اسمه حكم البشر. العمل هذا عمل بصمة في رمضان اللي عرض فيه هذا العمل على مستوى الخليج العربي بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.
هذا يقودني إلى سؤال، هل التلفزيون يؤرخ للفنان؟ إيه ليش لا؟ ليش لا؟ طالما الفنان محترم نفسه ويقدم أعمال تتناسب مع إمكانياته وأعمال ذات مضمون وترسخ في ذهن المشاهد، تحل قضايا معينة، تطرح قضايا معينة، فيها نوع من الجرأة في الطرح، في رؤية، في صرف إنتاجي صحيح، اختيار كاست جميل لإنجاح العمل، أكيد تأرخ لك. السينما الخليجية ليست سينما مفعلة كصناعة، ما هو سبيل تفعيل هذه الصناعة في الخليج العربي؟ أرجو أن الآن يعني يكون في توجه حقيقي وفي إسناد حقيقي مادي ومعنوي للمخرجين وللفنانين، وعلى أساس يكون في إنتاج صحيح، لأن السينما يعني مثل ما حد مثل التلفزيون مثلا 30 حلقة أو مسلسل طويل بيقعد يتابعه ويشوف شو الأحداث علشان تشرح له والله وجهة نظرك في قضية معينة وكذا. يمكن الفيلم يختصر الموضوع بشكل أحسن وأسهل وأسرع، أو ممكن الفيلم ينتشر في كذا سينما في آن واحد في العالم كله. في يعني أعتقد يعني هي وسيلة من وسائل الاتصال بالجمهور، يجب أن نحترمها وأن ندرسها صح ونستغلها صح حتى نوصل لأهداف اللي احنا نتمناها يعني. ماذا سيشاهد الجمهور قريبا من أعمالك في الفترة القادمة، وخاصة أننا مقبلون على رمضان؟ إن شاء الله في كلام عن مسلسل اسمه ما أصعب الكلام، تأليف الأستاذة وداد عبد اللطيف الكواري، سينتج في الإمارات الأخ المخرج ياسر الياسري إن شاء الله. عشان كذي تشوفني أنا محالقة يعني، عم يعني بحضر للشخصية إن شاء الله، قاعدين نتفاهم على المواضيع الأولية لهذا العمل وأكمل القراءة إن شاء الله. شقو الله يسامحه أبوك، الله يسامحه، ما أدري ليش تسوي كذي، ما أدري، يبي يفرق بيننا، يبي يقطع اللي بيننا، وأنا عاد الله أعزه وأغلي وأقول ما في الدالية كلها مثل أبو عبد الله، بس شو أسوي. نهاية أستاذ غازي بدي أشكر وجودك معنا في سيرة فن، شكرا لك، شكرا لعطاءاتك الفنية عبر كل هذه السنين، شكرا. شكرا لك، شكرا.